الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحمده سبحانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، ما ابتليت أمة الإسلام في هذا الزمان بشيء أعظم من بلائها بداء التفرق والتمزق والتحزب والتعصب، حتى أصبح الناس وهم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أصبح المسلمون أحزابا وطوائف وجماعات وفرقا، بل زاد الأمر طينا أو بلة على طين، أن ذهب بعض المسلمين إلى تمزيق الممزق ونشر النشارة وتفريق المفرق، إما بجهل أو بقلة علم أو بخديعة انطلت على بعض من ظن أن في ذلك نصر أو عز أو خير للإسلام والمسلمين. وقد نهانا الله عز وجل عن ذلك فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لأن فساد ذات بين المسلمين حلقة تحلق الدين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وكلما زاد الجهل بين الناس، كلما وقع الناس في مزيد من الفرقة والتحزب والتعصب، وكلما انتشر العلم بين المسلمين، أدركوا جوامع الشريعة ومقاصدها الكلية التي تجمع ولا تفرق، وتؤلف ولا تمزق، وتوحد ولا تشتت. هذه من مقاصد الشريعة ومن مقاصد القرآن والسنة. والحكمة ضالة المؤمن، وقد رأينا في مثلات الزمان في واقع اليوم أن أمماً ودولاً في الغرب قد فهمت معنى الاتحاد واستطاعت أن تجسده ولاءً تحول إلى مشروعات عجيبة مفيدة زادت في وحدتها وتماسكها وأبعدت عنها ألواناً من الرهق والأذى والضنا. انظروا كيف قال الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعضاً. هذا الولاء قد تجسد بين دول الغرب في مشروعات إيجابية نفعت أفرادها ومجتمعاتها وحكوماتها، فجسدوا ولاءهم في عملتهم بعملة واحدة، وجسدوا ولاءهم في حدودهم بما يسمى بالشنغن، وجسدوا ولاءهم فيما بينهم في الاقتصاد بالسوق الأوروبية المشتركة، وجسدوا ولاءهم فيما بينهم في القوة العسكرية بالناتو، وجسدوا الألوان وأنواع الولاء فيما بينهم، فحققوا قوة واتحادا. وسنة الله أن الذين يجتمعون على الوحدة يهزمون المتفرق والمتحزب والمتعصب. إذا لا سبيل لنا إلا أن نعود إلى ما أوجب الله علينا، لنعود أمة واحدة ولا نختلف، حتى ولو اختلفت الأنظمة والحكومات. ما ذنب الشعوب في أمور لم يكن واحد من الناس سببا في إشعال فتيلها؟ وليس للشعوب في غالب الأمر دور في عقد صفقات السلام فيها؟ فما بالك حينما تختلف الأنظمة ثم يتناحر المسلمون ويتطاحنون، ينسون أن العنوان الجامع والاسم الأعظم والمظلة الكبرى التي تجمعهم
هذه الملة وأبناؤ الشريعة وأبناؤ العقيدة، فإن من واجبنا ألا نجعل مشكلات طارئة على أي مستوى كان سياسي أو غير ذلك سبباً في أن يفرقنا أو أن يمزقنا أو أن يشتت صفوفنا ويضعف وحدتنا. أمة الإسلام، إن الأخوة وإن الاتحاد وإن اجتماع الكلمة منحة ربانية ومنة إلهية ووصية نبوية. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه البطن تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولم لا نجتمع؟ ولم لا نتحد؟ ولم لا نتفق؟ ولماذا نتناحر؟ ولماذا نتداور؟ ولماذا نتباغض؟ وقد جمعنا الله عز وجل على ربوبيته، فهو ربنا وكلنا عبيده. جمعنا الله على عبوديته، فنحن نعبده وحده لا شريك له. جمعنا الله على نبيه المعصوم، وليس بعد رسول الله معصوم أبدا. بعد رسول الله من الصالحين والأولياء والأئمة المهتدين والأبرار والصحابة من قبل ممن نحبهم ونترضى عنهم أجمعين ولا نطعن فيهم، لكن العصمة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا معصوم بعد رسول وكتاب واحد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لما لا نتفق ونتحد وقد اجتمعنا بقلوبنا على خيرة الخلق بعد نبينا، وهم خلفاؤه الراشدون وصحابته الأبرار وآل بيته الأطهار؟ لما لا نتحد وهؤلاء بمنزلة العين من الرأس وبمنزلة الفؤاد في الجسد؟ كلنا نحب الصحابة ونحب آل البيت ونعظم شأنهم وعظيم وجليل قدرهم، فلماذا التفرق إذن وكلنا متفقون على محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أوصانا الله بهم فقال: أوصيكم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أرقب الله في أهل بيتي. ولم لا نتفق على محبة ومودة وقد اجتمعنا على حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقنا على حرمة سبهم والنيل منهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ ضد أحدهم ولا نصيفا. كل هذه عوامل الوحدة وعوامل الاجتماع، لما لا نتفق وقد اجتمعنا على معرفة قدر الخلفاء الراشدين، على قدر أبي بكر وعمر؟ اقتدوا بالذين من بعدي كما قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ولما لا نجتمع وقد أمرنا بسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ألم نجتمع على حب الصحابة؟ ألم نجتمع على حب آل البيت؟ ألم نجتمع على حب علي رضي الله عنه الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وقد أعطي الراية وفتح الله على يديه فتحا عظيما؟ ألم نجتمع على حب البتول الزهراء فاطمة سيدة نساء أهل الجنة؟ ألم نجتمع على حب الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ريحانتاه من الجنة وهما سيدا شباب أهل الجنة؟ ألم نجتمع على محبة أزواجه صلى الله عليه وسلم وهم نساؤه في الجنة؟ ألم نجتمع على حب الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين عليه السلام وجمعنا به في أعلى درجات النعيم؟ ألا يجمعنا حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال: يا محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله وآله وصحبه، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. كل أمة الإسلام تعرف حديث جبريل هذا، هذه جامعة عاصمة مانعة من كل قاصمة لو اجتمعت الأمة على ثوابتها وقواعدها الكلية. ثم قال جبريل عليه السلام: يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كل أمة محمد اجتمعت على هذا الأمر في حديث جبريل عليه السلام. فقل لي بربك، ما حاجة الأمة إلى ما يعيشه كثير من المسلمين من تصنيف وتحزب؟ لقد اجتمعت الأمة على القواعد الكلية. هذه قواعد الأمة، هذه جوامع الأمة التي تعظمها الأمة، وما دون ذلك من وجوه الخلاف والاختلاف في المسائل الفرعية فالباب فيها واسع. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما وددت أن صحابة محمد لم يختلفوا. أي الحمد لله أن الصحابة قد وقع بينهم اختلاف في الاجتهاد حتى يكون لكل مسلم فيما ذهب إليه من اتباع المجتهد من قبل فرجا ومخرجا وطريقا وسبيلا، وذلك من فضل الله عز وجل. اختلف الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة، وخالف الإمام مالك في بعض المسائل، ولم نسمع أن أحدا تعصب أو تحزب أو تدابر أو تبارض أو تقاطع أو حذر أو نهى. اختلف الإمام مالك مع الشافعي، ولم نسمع أن أحدا من هؤلاء حذر من الآخر، أو أن أتباعهم وحذروا من الآخرين واحتكروا الإسلام وقالوا نحن أمة الإسلام ومن سوى هذا المذهب فليس عليه. اختلف الإمام الشافعي مع الإمام أحمد في مسائل، فسئل الإمام أحمد، سأله ولده عبد الله، قال: يا أبتي، أراك تدعو للشافعي، رغم اختلاف بينه في مسائل، أراك تدعو للشافعي في سجودك؟ فقال: يا بني، إن الشافعي من السبعة النفر الذين يدعو لهم أبوك في سجوده، وإن الشافعي كالهواء للأبدان وكالشمس للدنيا. هكذا يكون الخلاف الجليل الراقي السامي المتميز المتألق إذا اختلفت أمة الإسلام، فخلافها في فروعها لا يفسد لمواداتها قضية. إذن بقي العلم واليقين أن الذين يغرقون في فنجان خلاف في مسألة صغيرة إنما ذلك بقلة العلم. وما أصيبت أمة الإسلام بداء كالجهل، ولذا جعل الله منزلة أهل العلم عالية، لأن الواحد كلما كان في علم كلما عصم نفسه وعصم غيره وعصم من حوله من الوقيعة فيما لا يحب، ومن التضييق فيما جعل الله له فيه فرجا ومخرجا. جاءت الشريعة لأمة الإسلام باليسر الواسع، فلماذا العسر؟ وجاءت الشريعة برفع الحرج، فلماذا التشدد؟ وجاءت الشريعة بكل باب فيه من دفع المشقة، والأمر إذا ضاق اتسع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. إذا سلمت أمة الإسلام في عقيدتها من الشرك والخلل بالتوحيد، وسلمت في سلوكها من الكبائر، فما دون ذلك أمره إلى مغفرة رب واسع الرحمة والمغفرة. ورحمته أيضا تشمل أهل الصغائر والكبائر، لكن أعظم ما جاء في القرآن تحذيرا من الظلم والبغي والعدوان والشرك من قبل، وكذلك الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هذا في باب الكبائر. وأما في جانب الشرك فقد حذرنا حذرا واضحا جليا من أن نشرك بالله صغيرا أو كبيرا أو قليلا أو كثيرا. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين. فلنعلم عباد الله أن من حقق التوحيد في طاعة الله فإنما سواه إلى أمر رحمة بالغة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الصلوات الخمس كفارة لما بينهما
عقيدة اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. ومن الكبائر ترك الصلاة بين الجمعتين، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. إذا نحن أسعد الناس بالدين، نحن أسعد الخلائق بالذلة. يجب علينا أن نرفع أرؤوسنا وأن نشرح صدورنا، نكاد أن نطير فرحاً من انتمائنا للإسلام وبهذا الدين، نرفع أنفسنا درجات عظيمة. ومما زادني شرفاً وتيها وكنت بأخمص أبو الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحبتي بالله، إذا سلم المسلم من خلل في الشرك فدعا الله ولم يدع غيره، وطاف ببيت الله ولم يطف بما سواه من قبر أو ضريح أو مزار، إذا ذبح لله ولم يذبح لغيره، إذا دعا الله ولم يدع غيره، حقق التوحيد بإذن الله عز وجل. أما من خلط في الذبح لله ولغير الله، وفي الطواف لله ولغير الله، فقد أشرك من حيث لا يدري. قل لي بربك عن رجل ذبح يوم عيد الأضحى أو يوم النحر، ذبح لله 1000 بعير ثم ذبح لغير الله عصفورا صغيرا، أليس الصغير من العصافير يحبط ويتلف أجر 1000 بعير؟ لأن الشرك عند الله سيئة. أن تذبح بقرة أو بعيرا أو تذبح عصفورا أو طيرا صغيرا، كل ذلك شرك إذا فعلته لغير الله عز وجل. فتحقيق التوحيد هو الذي يعصم، وهو الذي يحقق الشهادتين، ومن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة إذا حقق بذلك حق التوحيد وقام بما أوجب الله عليه. يطوف عبد من عباد الله ببيت الله 1000 مرة ثم يطوف بقبر مرة واحدة، فيحبط عمله هذا الطواف، يحبط عمله هذا الطواف من حيث يدري أو لا يدري. إذا نحن أمة فرج ونعمة، نحقق التوحيد ونجتنب الكبائر ونتنزه ما استطعنا، وما وقع من زلل أو خلل فبين يدي رب رحمته سبقت غضبه ورحمته وسعت كل شيء. فلنعلم عباد الله أننا أسعد الناس بديننا ولن نشقى به. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. بارك الله فيكم ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على صفيه وخليله وخيرة خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام، عضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين وأمة المؤمنين، عياذا بالله من الفرقة والشذوذ والخلاف. معاشر المؤمنين، من يتأمل أسباب الاتفاق والرحمة وحسن المعاشرة والمعاملة بين المسلمين، يجد أن المسلم كلما ازداد في العلم، كلما زاد إعذارا لإخوانه ورحمة بهم وتخفيفا بالغلظة عليهم، وكلما ازداد الجهل وقع التعصب والتقليد الأعمى والمتابعة بلا وعي وبلا دليل. انظروا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الجهل قتلا في قصة الذين خرجوا في سرية، فشج أميرهم، أمير السرية أصابته شجة أو جراحة في رأسه، فلما كان الليل وكانت ليلة شديدة البرد قارسة الشتاء أجنب واحتلم فأصبح جنبا، فقال لمن حوله إني أصبحت جنبا ولا أطيق أن أغتسل بالماء في هذه الليلة الباردة،
أترون لي رخصة أن أتيمم؟ قالوا لا، الماء بين يديك فكيف تتيمم؟ فأفتوه بجهله وأفادوه بغير علمه، فما كان منه إلا أن امتثل واغتسل، فاشتدت عليه جراحته فمات. فلما قدموا إلى المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلم يقل صلى الله عليه وسلم جزاهم الله خير، كانوا حريصين على شرط العبادة. غضب صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم أفتوه بغير علم حتى أفضى الأمر إلى وفاته، فسمى هذه الفتوى قتلا، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلوه قتلهم الله. هلا إذ جهلوا سألوا؟ إنما كان شفاء العلم سؤال. الفتوى بغير علم، والقول في دين الله بغير علم، ودعوة الناس إلى أفعال ليس عليها من كتاب الله وسنة رسوله دليل، هي تضييق للناس وتحميل لهم بأمر لم يحمله الله، وتكليف بما لم يكلفهم الشرع. سماه النبي قتلا مع أنهم ما طعنوه بخنجر، ولا ضربوه بسيف، ولا رموه بسهم، فسمى فتواهم قتلا. هذا مثال على من تكلم بغير علم فربما قتل غيره بفتواه. وقصة أخرى في من قتل نفسه هو بفتواه، ذلك الرجل الراهب العابد، لكن لا يلزم من بالضرورة أن يكون الإنسان راهبا وعابدا أن يكون بالضرورة عالما. يوجد عباد كثير، لكن العلم منحة إلهية من الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ذلك الراهب العابد، جاءه رجل قتل 99 نفسا، فسأله سؤالا فأجاب الراهب بغير علم فقتل نفسه بفتوى، فقال: إني قتلت فتبت، فهل لي من توبة؟ قال: لا، ليس لك من توبة. فما كان من السفاح إلا أن استل خنجره فطعن الراهب العابد بفتواه وقوله بغير علم، يوم أن قال: لا توبة لك، فأتم به 100. من الذي قتل الراهب؟ فتواه، لسانه الذي تكلم بغير علم. ومن الذي قتل الذي من قبل الذي أفتوه بغير علم؟ وقصة ثالثة موجزة في أن الذي لا يعلم ويتكلم بغير علم ويتبع من غير دليل، لأن الدين ليس مزاجا ولا استحسانا، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة من أولو العلمان، لو أن العلم بأهوائنا لأصبح الدين مجلدات لا يملأها هذا المكان. لو أن الدين بالاستحسان والإضافات والتحسينات والتطويرات لأصبحت أصول الشريعة أعظم سعة وأكثر يضيق بهذا المكان الواسع، ولكن لأن الدين وحي معصوم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يضاف فيه أبدا. نعم، الاجتهاد ما يرجعه إلى الأصول الشرعية الثابتة، أما أن يأتي أحد بابتداع من عنده ويضيفه همًا وغمًا وثقلًا على أمة الإسلام ويقول هذا من دين الله، أعطني الدليل من كتاب الله وسنة رسوله حتى أعلم أن هذا من دين الله. ولو تأملنا واقع كثير من المسلمين لرأيناهم يفعلون أشياءً ويحملون أنفسهم أمورًا ويبذلون أموالًا ويفعلون أشياءً لم يوجبها الله ولا رسوله عليهم، لأن الدين يسر، الدين يسير، يعرفه العجوز والشيخ والكبير والعامي والمتعلم في أصوله وقواعده، أما في نوازله ومشكلاته فالمرجع إلى اجتهاد أهل العلم. أحبتي في الله، طاف أربعة بحجر النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا الجواب من زوجاته أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله أجمعين كأنهم تقللوها، سبحان الله العلي العظيم. فماذا كان؟ قال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل متهجدا ولا أنام. وقال الآخر: أصوم ولا أفطر. قال الثالث: لا أتزوج النساء. قال الرابع: لا أكل اللحم. فغضب صلى الله عليه وسلم لما سمع مقالته وخرج وقال:
أعلمكم بالله وأتقاكم لله وأخشاكم لله، أما إني أتزوج النساء وآكل اللحم وأقوم وأنام وآكل اللحم وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس منه. جوامع الأمة في أصول الشريعة تجعل الناس في فرج لا حرج معه وفي سعادة لا شقاء معها. لو تمسكنا بأصول الشريعة وقواعدها الكلية لتلذذنا بالدين كما يتلذذ العطشان بالماء البارد. لو تمسكنا بأصول الشريعة النقية بعيدة عن الإضافات والبدع والمحدثات لتلذذنا بالدين والتدين كما نتلذذ بأكل اللحم المشوي في لحظة الجوع الشديد. لو تمسكنا بالدين على أصوله ولم نتشدد في الخلاف في فروعه لوجدنا أننا نتمتع به كما يتمتع المتعب بفراش دافئ ناعم في ليلة شاكرة. إذن أحبتي في الله، ما أحوجنا أن نعود إلى يسر الدين وسهولته وبساطته ليجمع شملنا وليوحد أمتنا وليصلح شأننا. اللهم ربنا أنت مولانا لا إله إلا نسألك بأسمائك وصفاتك أن توحد قلوبنا على الحق والهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى وعملا صالحا. اللهم ابسط لنا في عافية أبداننا وسعة أرزاقنا وحسن أخلاقنا وصلاح قلوبنا وأعمالنا ودنياتنا وذرياتنا. اللهم أصلح شأن المسلمين في كل مكان. اللهم ول على المسلمين خيارهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم اجعل ولاية المسلمين في بلدانهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل أمة الإسلام على الحق والهدى وما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ورجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك وجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعلنا بركة على أنفسنا وعلى أزواجنا وأولادنا وأهلينا ومجتمعاتنا وأوطاننا وكل بلاد حللنا فيها يا رب العالمين. اجعلنا سلما وسلاما وأمنا وأمانا وعونا للناس أجمعين فيما يرضيك يا رب العالمين إنك سميع مجيب. اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على شفيعنا، اللهم صل على قائدنا وقدوتنا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، الذي قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأل عن ذلك فقالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى وأحق بموسى منهم. فأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه وقال لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الباقية والماضية من عظيم الأجر والثواب في صيام يوم عاشوراء. فاجتهدوا يا عباد الله في صيام عاشوراء وصوموا أولادكم وبناتكم سيما ونحن في نهار ساعاته قصيرة والأمر فيه يسير ولا جوع ولا عطش. فالحمد لله على هذه المنة والنعمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم